يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى النفس في قوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، حيث إن البعض يفسرها بأنها قوته وبطشه؟ هذا غلط. الله جل وعلا له نفس، له نفس، يوصف بأن له نفس كما وصف الله نفسه بذلك. الله له نفس، ولا تفسر بغير النفس والذات، هي عبارة عن الذات الإلهية والنفس. نعم.